آداب صلاة الجماعة. فظيفة الجماعة هي مثلا تسعى الأدب، وما زلت فصل ويا أتدي الدرس ويا يعني عن الإمامة يعني عن أنا مشي للقيمة مشي إلى آخره ذا ما إلى يونس دورطار يفدى بيصل وحدة سيلا قد يشف ديوان في كذا كي أحكام كذا قد تنسين هذا في ذوغة تفكر في حدود الوقت الأدب مسوارو إقلاقة تطبق في صلاة الجماعة الطهارة قبل الخروج إلى المسجد أوها ربي أمذن أدي الوضوء قبل ذي روح الجامع سكو خميس نصب مكان خذ ميس ما إلا تعذر يسد ذم سفر نصب خميس ولا شامان وصرم تجور لك ريزاكي شحال مرة تسلك خامل النار أسأل روحك كان الجامع جمال نبو خامل حارزيث جيتي ويثو خامل الزرد بو خام أسخدنا ما إيش هذا الجامع وعموم الحمد لله المساجد ساعة تسوي ولكن أوها ربي باش تسوي الضجر أم القرآن خير أدفع سبو خاميش كشيني سلووضو ونهضر في الدرس نعدان فيما يسمى بالوضوء المستديم إيوان يعني مفكار بيثا زمرت أتفصي الوضوء هذه الزرطة أربعة الزولة هذه توضي يطهر سلووضو طهر يصل عيشة ميقدر الشيخة ثان براي مستعد ما يزمروا مثلا هذه توضي سبو خاميس الله يبارك مور يزمير لها تجور تثال القاعدة الحرج مرفوع ربي سبحانه وغيتسالنا ذي الطيق ذي الحرج هذا هو الحديث من تطهر في بيته وين يغض الوضوء الخامس ثم مشى ودينار يزل في شلي هذا يخرج من ذلك سورتي سبورتيف الله جوكين قال له يست اسباب الله اللي قال لي سبور هذه خمس سبور الله هذا تيزل هذه الحق أدي الحق فزل خطي فقال أحضر فلس من بعد كما قبل الحديث ثم مشى يلحى إن غير روح إلى بيت من بيوت الله يروح يقصد خب سيخم ربي يعني الجامع ليقضي فريضة من فرائض الله باش للزل صلاة الفريضة الطهور العصر المغرب العشاء الفجر كانت خطوتاه الخطوة الثانية لحاكم شدارنيس إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة الحديث هكذا يشوف هذا الإمام مسلم الحديث نام زورد حكاكني يصود الإمام البخاري كيف ذا شو زيادة قلال أنه أدغلوظ بخاميه يوث يونظار هذه الصوم يكسر بسبحانه سي السيئة يونظار أشرف عربي سي درجة حسن هذا صافي الأدب الأول الوضوء قبل الخروج إلى المسجد أسمي شفو وقي ذي الأدب أمزوى ألا أدب السين السكينة والوقار ذي شو المعنى السكينة والوقار المعنى أمذن ما يروح للزاصات الجامعة وخمر بذي الجامعة إلى قبيلي في حالة من السكون يمشي ولو أسرع الخطى يعني أذي تغاولك شوية أمثيك اللي تقرب من فاكتور يعني سمحتي على هذا التشبيه ما تشيس تزلا أذي كسير لي رضيخ الضافيتاس شو اللي صور بولي قد يتزم العدو الريفي يتزال خاطئ أذي يتزال ما ريش بالجامع مثلا خاكا ثاقي خاطي السنة فيني غارت صزادة كيني بشال الحق الحق الشيخ علي الزلاد خاطي وإذا لقال كيث مثلا إلا قد تروحض بحال في حالة من السكينة والسكون مفهوم هذا اللغة النظر أشو معنى يس الوقار الوقار معنى أولا قال دفغ السك آين أري ظرني مذانا أتخذ مثلا يتسوغو يتسوغو الحواكي يتسوغو غاسو لما يتسوغو لا يصحو سلعقو لك يتسوغو فيك ولا نزال داخل الجامعة تصدخير غاشو السنسية دي بودي ونسيجي والموضوع سوغو لكن هذا كمي كان كني هذا الجامعة ما سوغو تكميلا اني غاش تني ضيي انو وين واضو لا أخويا فقصد ضخم ربي فكس الوقار فكس القدر
ذو كيد معنيس الوقار المقصود في 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 هذا في هذا الحديث نتاع السكين. الدين غير النظر كذلك غض البصر ابن حجر يهضر في الناس غض البصر معناتها يوني قصد خبر ربي سبحانه يلقي غض البصر خاطر يقصد بيت من بيوت الله لاداء الصلاه. إذا غادي نقطع لي السكينة والوقار، أدوغي الحديث، حديث قدادة، قتادة رضي الله عنه وأرضاه، إن بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، نلا أن صلى أو كذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سمع جلبة رجال، صوت ذفرة، الصوت يعني حركة غير عادية، وأصوات مرتفعة، رفض الصوت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، استقصى، قال ما شأنكم؟ اشو يظهر لك اشو يظهر ذا شو يظهر اشو الصوت اللي سيادي مرة إن بعد قالوا ذا شو سنة استعجلنا إلى الصلاة انتغاول باش نلحقا أكيد نلحقا نصلي فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل يعني السيادة الساول خدم ثرك ذا شو سنين إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة وتغاور ثالا وتزلزل ثالا ماشي الكروسة تزلم أنا ما تخدم الصوات بعد فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أين تقضى عما كذ الإيمان صلث أما تقضى عم ديوث المركعة أما سناثة أما ثلاثة أين تلحق من الله يبارك أين يكون فاثا أتقضى ثمثم أترقع عن ترقع الصلاة تقضى نفرس بعد إن شاء الله تقضى مسألة مهمة لكن رقم ثانا أرقع عن سنة في بريكا أبي بريكا إلا وأن دين الله كبار إلا وأن دين الله كبار إلا وأن دين طريق التحيات أبكاري خمسة أسيد رقع عن جهار نغسر خاطر مخالف زولة إذن إثبات لك من الدرس بالنسبة للاستعجال في الصلاة ند بلك كلمة لله تصدينا ويثغرا هذه تغوال هذه تسزال من بعد هذه الشمال يلحق ثدي ركعان السجود انسى مازال تسرد لها في ناس تسرد لها ثاث يولد ذرار نغاي الزلد إلى آخره أما ذا بك بدل مسموح السكينة أثر النبي صلى الله عليه وسلم يفكر الحديث يرويه الإمام مسلم ذا ثلاث حاجة يثبت ذا في أدب الصلاة أدب الجماعة إلى عدمي في الناس الجماعة لقال لا يحدث صوتا ما ردي الشم ولا قال يخدم الصوت لا ما يفرق كيف كيف في كل سوتو صلاة الجمعة إلى آخره أتفضل غاش صوت طاسي صباض لك ربكم الله صدقر لك صباض خدم الصوت مزعج أكوين رايك الخشوع مثال أنا راي شغل المؤمن المصلي أفصلة ينس وري الهراء يعني ماذا بك بالذب الذي بعد في الناس الفضل ويس أربعة الأدب ويس أربعة التبكير إلى الصلاة وحضور تكبيرة الإحرام إذ مثلا كان الصحابة وغفلنا في هذا السلف الصالح عموما وغفلنا في صلاة في تكبيرة الإحرام إلا لأصحاب الأعذار ذا باش نكون معكم موضوعي ما ننصر الفضل إينس باش مثلا يجتهد سيك ولا تفض الشيخ يصدر يصنع كذا الغشي يقيم اللي برا وكذا الى اخر هذه 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 سريع تقني مانيس سي مانيس ما يسعى السبه يسعى العذر الله غالب كثر مسلي وتمسلي اي وي كذو سار العذر هذه لي مهمل نغذى ثنيان نغشي تسكر زاد الاحاديث يقوم السلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم يناد من فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير فزرم الشيخ بدي ذكبة الإحرام بل تزاريت الله أكبر هذه في سورة الفاتحة أم الكتاب يعني وين ثفت سورة الفاتحة يجي يفاتي الخير ذا القرآن ما إلا يسعى العذر ربي سبحانه يزراف ولكن ما إلا يفرط يفاتي الخير ذا القرآن من السلف مرد في فاتي صلاة الجماعة يعزي بعضهم بعضا أسيني عظم الله أجرك أكي عظم ربي لاجر لو كنت تعظم لاجر كان بهذه الجنازة بهذه الموت ولا ساكيت لاجر ذا القرآن ولا فتح القوس جماعة الخير ولا وقد وفق ربي سبحانه وربي وفق الجميع ذي مكة المكرمة ذي المدينة لن يبذل لنا تضيع على المبذل أستين التصالي ذاكي خير المية ألف عند النظر أكني نورمال
هادي فاغ شويه قهوه اسيدي بابا براحتو نورمال نورمال خمس صلوات بركا يصح يوث نغس ثلاث ولا شاب غادا طص ولي يقدر فيا براك الله لا عاوش عاوز العشاء خدم صلاه التراويح يعني صلاه التهجد ها كانت ورا 19 فشهر 8 ذكر الصلاه في اهمال ثريث تصريف هي عباد الدين غير في قرب ان شاء الله باش نبيع اصل الكزاويس لازم غادي ندير ثرى وليد الفضل الادب والسلاثة الادب والسرعه الصلاه في الصف الاول داخل الساعه زاد اخرى الصف الاول خير صفوف الرجال اولها فرد مدينة كاينه تمشي ولا تيسور وطار من بعد غادي يتخطى الرقاب الركاب الركاب انا بس تي صح في كل صف الجمعه اتصف الجمعه الله يبارك تشور اتفضيون التراسي لا تراسي ديريكت كيف كانت سيدي وردك ادي في الزيت في الزاله كاتيني شاطر يا خي كانت سكير القفازه مثلها مثلها رديت لك الور ذكي العلماء من تحضر في الاحاديث هكي نيش اذا وجد مكان للجلوس اما ذا بك كذا الصف بك تشور الصفه مزورو ثم الذي يليه والفروة ولكن الصفه مزورو يفضل يثن في صلاه سلامه اكثر في سائر الصفوف طيب ويس خمسة الفضل الأدب ويس خمسة الصلاة عن يمين الإمام ماشي يعني هذا صلاة تظل في فوس الإمام ماشي المعنى يسمى بعد نتفوق في فوس أنا جاك خاطئ ذاك إذا مثل ما يسهل لك الأمر الله قال فريق ما ينسد سيك الجامعة كوين سادة يوفا هذه اخترام كان هذه بوانتي هذه اخترام كان يكلزم إذا غوري لا قال سيري زيرفي أي سير سفر نص دينا أبي ريزيرفي أمكان خاطي ليش الريزيرفي جماعة الخير وبين قوسين ديال الحرم بار من الأخطاء اللي ترتكب دينا والإخوة يروح لسم كان يزران أتاختي كل خمس سجادة أربعة خمسة ستة قيم بعد تصل روحنا تصل إلى آخره أدي سيون سيني هذا بلاستيك والله العظيم مرد العجب يعني نعم كيف مرتنا غادي فرنياس أترزي ضربة خمسة يقول كذا فرنسا ما كي حصر اليمين الشيخ علي كشي قال بدي أطفع خاطي حرش الحرشة أو دم كانيش سنقدر أو دم كانيش أدا وضزيش أو دم هكا ممكن دي الصحراء أنت كنت صحي هذه مكانة وكذا الجامعة ربي كيف كيف ولكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حديث جادة شوف هذا يشجعك باش نظل إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف أظهر ثورة يكفي الحديث صحة يستوضح الإمام أبو داود الأدب والستة إقامة الصفوف وتسويتها تسوية الصفوف تراس في الصف سد الخلل يعني ولله قال نروح الصف ويسينا لما يتشور الصفوف مزوان مزوان أنشر صفهم زوالو ثم الذي يليه ويسين ويسثا ويسربعة ويسخمسة ويسثا إلى آخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم شو ديننا أقيموا الصفوف الصف القليل يفدد يسقم يقرز يوصف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل مثل في أنفيد عمريف أنفيد شارف في كل هذا يشارك مذانا وريح مدار وكانت تقرب المدينة إذا قمت قيم هذه تفهم كلمة أما كنوري لها أنت مجيني أتخذ مضاكا تأخذ في قد فاكا تغمر في قد فاك تتفض قيس بمكان قيس بمكان نغمو دي قيمة ستكير داكي أستخدم مضاكا ها؟ أدور مسكري تزالك أي معوش خط خط تضروا يا ريكي أتضروا تحرجوا أستقصر خشو خط وسدوا الخلل ذا ولينوا بأيدي إخوانكم أشو المعنى إيس فيك وليون ذي ولي أمكاني لا قس ممكن أذي السيئي مسكنة ذي أدي شميارا ون شيني أما كان سقرضها بعد لي وكقفي الغالب خطي خطي في الهالة قل مع الحديث ولا تذروا فروجات للشيطان تسجثر يعني فروجات للشيطان هذه التفاصيل الدرس وعيد ماشي سيئ صغير هذه الأسئلة هذه الأسئلة ولكن الفرق اللي ضرب اسم مليح 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 وذير نفاس نيس
هذه تفقي السن مكاثثي مكان. انا هضر صلاه ترونسبارونس بين درس وايض باسكو الاسئله يشدن القضيه تسوية الصفوف. اذا كذلك سمحت تفضيون اي باش تجد وحدك اقرا كي تستسفان قالوا تفوت تشورنا كل الصفوف تسوي ضد وحدك ذاكي وهربي ادش فضيون يون سي المصلين سي الصف سامي ثكاد يواضع الذفير هذه الصليك باش تزادر صلاة الجماعة وحدك ذفير الإمام وحدك ولكن إذا غادي تغلى كل يوم نسينا نشوى لاقي كاين لطفي أكيد إما هذي كوانسي ما نسمح مليح لا بالك ميك فصلت كاين شو خسارة كاع شو كيبين شو راهي تسامع إلى آخره صافي ذي الفقه كيما سنيت نورمال السما كيدخوك ولا شوية غير ذفير بالسلام ولا تدعو فرجات للشيطان ومن بعد ومن وصل صفا وصله الله الصف يعني الصف انقطع يعني الشريط شريف تجرم كان يعني الشيطان ومن قطع صفا قطعه الله اي تلاقي حديث الترهيب حديث ابو داود حديث واحد حديث البخاري صووا صفوفكم فاذا تسويت الصفوف من اقامه الصلاه اذا غادي يثبت من ولا تؤخذ بالخيوط وكذا الامور اللي يخدم الجوامع يجوز الغرض هو تحقيق هذا الحديث ولاش ولكنين باش اللي قبل ربي تصليت الا كتخدم السكوتش الا كتخدم الخير ما انا داك كي ولا كي الصحاره ولكن ما الا تاخذ من الخيوط ني نغل بانتور نغل السكوتش اللي خدم السبه هذا شوت لو بوت الهدف اوبجيكتيف باش نسكمل الصفوف خاطر النبي صلى الله عليه وسلم إن تسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الأدبان قالوا تقدم يعني يقدم الصف الأول وقال بقرن ديال العمر ماشي إذا غير معني سيثبت أن تفضي يسد بقرن ديال العمر يسد ورو طارس السي والخدم ذاك تشويش الفلاني شي ساعة 70 سنة غير واحد استخدم كذا خاطر هذه اللي يولي ساعة 20 سنة يسد ذا مزوالو يبو ذا مكانيس يبو ثيتس الاجتهاد ينس ولكن من الادب ما الا للعظام قراني قر في كيد قد مثل الزاف ذا كذلك اصحاب العلم العلم خاطر وقال يقيم ذفير الامام اسيد عيونا ما يغلط ذي القران حافظ لكتاب الله يغلط ذي القران اسيد عيون ما شدي فغيم سيادة كينس دي مال بلك هذه يشوش في الامام اكثر وصارت في الجوامع تصف الامام ذي القران يمشي هذاك بالك الاي بغاره بالك توشوش الامام اكثر وفي كواز تقدر اربعه خمسه الافضل اللي يكون قريب الرؤوس يقرب الرؤوس الصف مزوالو باش ما يغلط كان تنبه بالقران وبالك يتو الركوع يسو السجود سبحان الله يبالك يخسر صلوضو ما يخسر صلوضو يسن احكام الاستخلاف شوف باش نزيد نحكي هكا الامام يشوف الديون دار الفير يروح هذا يغلوضو ويدي جفن عيد بعيثة اسم كان موضوع الناس اشوف بغض الشيخ انا اشوف بغض كنت باش تكبر تزرد جا يجا يوم ظلام بلا باب الامام الله قد اليوم يسعى الفقه هاكي انا نهضر بعد احكام الاستخلاف في الدرس وايض سمحت لي من جرى الوقت للنقاش الى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله